النفير في السودان بمختلف يعني أهدافه بمختلف زواياه، وهو بالتأكيد مفيد. نحن حنمشي للفيديو القادم اللي هو إعادة تأهيل مركز شباب بحري. بحر الذوق، بحر الروعة، بحر البهجة، وبحر الدنيا كلها يا جماعة. في نهضة شباب بحري، ونحن طبعا عايزين نقوم النادي ويرجع لسيرته القديمة وتاريخه الحلو. وبحري ست الهوى لازم تكون يعني نرفع عليها القبعة، ست الحنان، ست الأمان بحري. وبسلم يعني لجميع من وقف معانا في هذا الطرح الجميل، يعني ويستاهل بحري ويستاهل وجوه بحري. ومن هنا أنا بقدم التحية لجناب سبيتي ولكل من يعني وقفوا في المركز ده يعني عشان يشيدوه ويرجع زي زمان، وعايزين نكون كلنا بحري. من هوا تعرض هذا المركز لكثير من الإهمال والدمار في ظل المنظومات السابقة، ولكن بجهود الإخوة في أعضاء مركز شباب بحري والإخوة في مدينة خرطوم بحري والحادمين على مصلحة المركز، تم إعادة تأهيله وإعادة صيانته. وهذه هي بداية مشروع ترتيبات إدارية مع وزارة الشباب والرياضة لتأهيله بالصورة التي تلبي طموحات هذا الجيل وهذا الشباب في مجال المناشط الرياضية والثقافية في مقبل الأيام القادمة. نتمنى نرى مركز شباب بحري عملاقا وماردا على مستوى السودان وولاية الخرطوم قابلاً.